بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، للدكتور الشيخ أسامة السيد محمود الأزهري، نفعنا بارك بارك الله في عمره. هم تملي يقول لك المشروع الإسلامي، جماعة الطيارات اللي طالعة دي، المشكلة إن هم وظفوا أنفسهم أنهم أنبياء وأنهم مصلحين وأنهم مسؤولون عن استعادة الخلافة، وكأن الله سوف يسألهم في القبر لما لم تذهب لإعادة الخلافة. والرسول صلى الله عليه وسلم معروف إن إحنا هنسأل عن أشياء معينة، يعني ربنا هيسألك عن عمرك فيما أضعت، وعن ملك من أين اكتسبته، مش كده برضو، عن شبابك فيما أفنيته، هو اللي هيسألك. ولا هيسألك كمان هل سعيت لإنشاء الخلافة يا عبدي؟ هل سعيت للتمكين في الأرض؟ هل سعيت؟ مش هيسألك عن هذه الأسئلة. فهم يعني قرروا على أنفسهم مناهج لم يقررها الله، وكلفوا أنفسهم بالتكاليف لم يكلفهم الله بها، ثم بعد ذلك أفسدوا من أجل إيه؟ من أجل تحقيق هذه التكاليف التي لم يكلف الله بها عباده. فهمت بقى إزاي؟ وعملوا نفسهم أصحاب المشروع الإسلامي، وكأن الإسلام هم المسؤولون عنه وهم الذين لابد أن يقيموا. المسؤول عن الإسلام هو رب العالمين، علمك يعني، مش أنت، أنت مسؤول عن نفسك بس، أنت مسؤول عن نفسك بس، اللي مسؤول عن الأمة ده النبي، أنت مش النبي. فهمت بقى إزاي؟ هم مشكلتهم كده، جعلوا نفسهم هم الفرقة المختارة المنتخبة المسؤولة عن إصلاح الأكوان، وكأن الأكوان فيها فساد. والله الفساد لا يوجد إلا منك أنت، من رأى الفساد فقد رأى ما طمس فيه، لأن الأكوان ما هي إلا مرآة لك. إن كنت صالحا وجدت الصلاح فيها، وإن كنت فاسدا وجدت الفساد فيها. فهمت؟ فعشان كده عندهم حاجة وهم اسمه المشروع الإسلامي، وإن هم مسؤولين عن تنفيذ المشروع الإسلامي، وكأن المشروع الإسلامي ينفذ إلا بحرق الديار وقتل العباد والإفساد في الأرض. والله لا يحب المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين. فهم عاشوا في أوهام وضيعوا عمرهم في أوهام. فهمت بقى إزاي؟ النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، يوم ياخد أمرته يبقى هو اللي أمر. ده أمرته دي للنبي، دي حاجة خاصة بالنبي، والناس دول اللي هم مشركي العرب الذين منعوه من إظهار كلام الله عز وجل. فأمر أن يقاتل الناس، يعني العرب الذين صدوه، قبائل العرب التي اجتمعت وتآلبت عليه حتى تمنع أنه يبين وحي الله. يأخذ الحديث ده ويجعله مسؤول، هو الأمر ده موجه ليك أنت وموجه لكل واحد. كلنا كده هنقوم نقاتل الناس كلها، ومرة ربنا بيقول ولا تقاتلوا الذين لم يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهمت إزاي؟ يبقى إحنا لا نعتدي، والنبي لم يعتدي. النبي لما أمر أن يقاتل الناس أمر أن يقاتل الناس الذين اعتدوا عليه. فهمت؟ مش مطلق الناس. يبقى هم مشكلتهم أن فهموا النصوص الشرعية بطريقة خطأ، وعينوا أنفسهم مصلحين، والذي يعين المصلح هو الله، والذي يمكن في الأرض هو الله، فهم يريدوا أن يمكنوا لأنفسهم. فهمت إزاي؟ والله الذي يمكن، مكناكم في الأرض، مش كده مكناكم، ولا إحنا اللي مكننا نفسنا؟ إلا مكننا ربنا، كذلك نمكن ليوسف في الأرض، مش كده برضو؟ يعني اللي مكن له ربه، وهكذا. لكن هم عندهم إيه؟ المشروع الإسلامي، ولابد أن نتمكن ونستمكن ونعمل علشان نعيد الخلافة. طب وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الخلافة الراشدة 30 سنة وبعد كده ملك عضوض إلى أن ينزل عيسى بن مريم، ما قايل كده صلى الله عليه وسلم؟ تقوم أنت تعمل حاجة النبي ما، إنما النبي كشف لنا كل مرادات الله. فإزاي أنت تسعى لطلب شيء ربنا لم يقدره في الأمة؟ ربنا قدر في الأمة أصلا الخلافة الراشدة تبقى 30 سنة، وأن الإسلام مستمر حتى بدون خلافة راشدة، مش متوقف على الحكم. هم جعلوا الإسلام متوقف على الخلافة الراشدة، إن زالت الخلافة الراشدة ظهر الإسلام. عشان كده سيد قطب قال إن الإسلام إيه توقف منذ قرون عديدة، لأنه ربط الإسلام بالحكم. مين قال كده؟ النبي ما قالش كده. يبقى هم جابوا دين جديد وكلفوا أنفسهم تكاليف جديدة ما نعرفهاش إحنا. طيب المسلمين هيفضلوا موجودين لحد يوم القيامة، ومعروف إن حكامهم هيبقوا ظلمة ومجرمين وغلالات الأدب وكل حاجة، إن ده مش هيمنع ظهور الإسلام في الأرض، هيستمر. بني أمية ما كانوا ظلمة، وانتشر الإسلام انتشار كبير في سائر الأرض في غياب بني أمية، والعباسيين ما كانوا ظلمة، وكانوا ملوك ظلمة، وبالرغم من كده انتشر الإسلام وضرب بجيرانه في الأرض. جم الأتراك ظلموا، وكانوا يقتلوا بعضهم، حتى يقتلوا أقاربهم علشان
يعني لا يتولى الخليفة العثماني الخلافة والحكم إلا لما يقتل أولاد عمه وإخواته عشان محدش ينافسه على الحكم، يسموه حمام الدم، فيقطعوا أرحمهم من أجل، يعني كانوا ظلمة برضه. وبالرغم من كده انتشر الإسلام ومن كان، لأن انتشار الإسلام مش متوقف على ظلم الحاكم وعدله، ده تحت رعاية الله. الإسلام ده دين الله، هو الذي يرعاه، هو الذي ينشره، هو الذي يشرح صدور العباد إليه، فاهم؟ لكن هم فهموا المسألة غلط. الإسلام لا ينتشر إلا عن طريق الحكم، والحكم لابد أن يكون فيه إقامة. فمشكلة ربنا لم يرد الإكراه على الدين. فهم عندهم حاجة اسمها إيه؟ المشروع الإسلامي بذهنهم. تيجي تسألوا هو المشروع الإسلامي؟ طب هم خدوا الحكم، مسكوا الحكم سنة، عملوا إيه؟ ما عملوش حاجة. ما عملوش أي حاجة تتعامل بالإسلام. قعدوا يتخانقوا مع ده ويتخانقوا مع ده ويتخانقوا مع ده ويتخانقوا مع ده ويتخانقوا مع ده لحد ما استعبوا كله صار عليه. هو المشروع الإسلامي إن أنا أتخانق مع كل الناس ولا إن أنا أصلح الأماكن؟ فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهي دي المشكلة، إن هم عندهم مشروع وهمي لما تمكنوا نفذوا غيره. فهمت إزاي؟ لأن هم مش عارفينه، مش عارفين الطريق للوصول إليه. بيقول كثر الكلام عن المشروع الإسلامي وأثير حوله خلال الفترة الماضية جدل ولغط وصياح وتدافع، وروج له بعض الناس ورفضه بعض الناس، وبدأت التهم ترمى هنا وهناك، فهذا عدو لله ولرسوله لأنه معارض للمشروع الإسلامي. جعلوا نفسهم هم المشروع الإسلامي، فرقتهم هي المشروع الإسلامي، اللي يقف ضدهم يبقى ضد المشروع الإسلامي، واللي يمشي معه يبقى مع المشروع الإسلامي، كأنه هو نفسه دين الله. تتصور إن هو تقمص هذه الشخصية أصبح هو دين الله، هو وعد الله. شفت المصيبة؟ لبسوا على الناس أمور دينهم، وبعدين لما ينقهروا يبقى دين الله مقهور، يبقى وعد الله كاذب. وعشان كده كثير من الناس ارتدوا بعد ما حصل لهم قهر، لأنه كانوا ظنين أن ربنا لابد ينصر، فلما ما انتصروش قال لك يبقى الدين ده مش دين حق، ما قالوا كده. وشباب كثير دلوقتي ترك صلاة وترك بسبب ايه؟ ان هم تقمصوا ان هم الفرقه الناجيه، وبعد ما تقمصوا الفرقه الناجيه تقمصوا الدين نفسه، وتقمصوا شخص النبي نفسه، درجه بقوا يقولوا ايه للناس المسلمين اللي قدامهم اللي مخالفينهم في الراي؟ قتلنا في الجنه وقتلكم في النار. ايه الكلام الفارغ؟ طب النبي بيقول كده عن واحد وبيكلم الكفار قريش، وانتم بتكلموا مسلمين وبتتكلموا من غير واحد، فازاي تقولوا كده؟ فشفت بقى الهبل اللي كانوا هم عايشين فيه. وهم الانسان يفضل يكذب 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 حتى يصدق نفسه. فهمت ازاي؟ فدي المشكله. فبيقول ايه؟ فهذا عدو لله ولرسوله لانه معارض للمشروع الاسلامي، وذاك مناصب للمشروع الاسلامي، دون ان يتوقف احد يشرح للناس ماهيه المشروع الاسلامي حتى يعلم الناس على بصيره اين موقعهم منه. فأحببت أن أرجع خطوة إلى الوراء لأسأل ما هو المشروع الإسلامي أولا قبل البحث عن أحكامه ومتعلقاته، لابد من وضوح المعنى قبل الحكم عليه بأي حكم. والطرح الذي أقدمه هنا وعصارة من عقل الأزهر الشريف العريض في فهم هذا الدين ومعرفة علومه وتطبيقاته، ووضع اليد على مواضع الإشكال وأسباب العلل التي تحتاج دون غيرها للعمل. وعند غياب هذه البصيرة الأزهرية فإن الضباب يكتنف المفاهيم ويحدث حولها جدل ولجال في غاية العقد، ولا يفضي إلا إلى مزيد من الالتباس. وتعالوا لنبدأ القضية من معالمها كلها. المشروع الإسلامي هو تقديم أجوبة عينية جزئية تفصيلية محددة على أسئلة العصر ومشكلاته من النواحي الدبلوماسية والإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والنسبية والمعرفية، وأن يكون ذلك منطلقا من النموذج المعرفي المسلم المكون من نصوص الشرع ومقاصده وإجماعاته وأحكامه وتشريعاته وأخلاقه وقيمه وقواعده الأصولية والفقهية وسننه الإلهية وأدابه وفنونه، وذلك عن طريق توليد العلوم والمناهج والتنظيرات التي يمكن تحويلها إلى برامج عمل ومناهج تطبيق تؤول إلى مؤسسات ونظم إدارة. وغاية هذا المشروع الإسلامي هو إنتاج تطبيقات معرفية وخدمية صانعة للمؤسسات والحضارة تسري فيها روح مقاصد الشريعة من حفظ النفس والعقل والعرض والدين والمال ومحبة العمران والسعي في صناعته واحترام الإنسان وتعظيم الأصل والأساس الأخلاقي والانفتاح على العالم وإفادته والاستفادة منه وبروز قيمة الطفولة وقيمة المرأة وحفظ البيئة وحقوق الأكوان
إنسانا وحيوانا ونباتا وجمالا وسريان معنى الربانية في ذلك كله، بحيث يفضي الإنسان إلى ربه سبحانه، وهو نمط من الحضارة وتطبيقاتها تتسع للمسلم والمسيحي واليهودي والبوذي والاشتراكي والعلماني والليبرالي واليساري والملحد وسائر الملل والنحل. لا يشعر فيه أحد في شؤون المعاملة أنه مكره ولا مكروه ولا مضطهد، ومن لم يدخل فيه فإنه سيظل برحمتي وعدل، سيستظل برحمتي وعدل وشفقتي وإنصاف، لأن هذا المشروع منتج للقيم وناقل لها وهو يصدرها إلى الجميع. أساس هذا المشروع الإسلامي وأصله ومحوره ودواره ومقصده وبوصلته ومؤشره هو منظومة الأخلاق والمكارم الإنسانية والقيم الرفيعة واحترام الإنسانية والسعي لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، وشعاره إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. فكل تطبيق أو منتج يشوش على هذا المقصد أو يفسده أو ينحرف عنه أو يفارقه فهو باطل، وهذا كله من قبيل تخريج الفروع على الأصول. وهذه وظيفة المجتهد أو المجامع الفقهية، والاجتهاد يتجزأ وأعني بذلك تخريج الفروع والعلوم الإنسانية والإدارية والاقتصادية على أصول الإسلام وينابيعه ونموذجه المعرفي وفق مناهج الاستنباط المعتمدة في أصول الفقه وعلوم المعقول. وكيفية ذلك مثلا بمنظومة من الإجراءات تشمل على مراكز أبحاث وحلقات نقاش وورش عمل تضم الفقهاء المحققين في الفقه والأصول ومقاصد الشريعة وواقع العصر، مع جهابذة العمل الدبلوماسي وخبرائه مثلا، بحيث تفضي تلك الإجراءات إلى رؤية وخطة ومعايير للتقييم يتم بها استخراج كافة الإشكاليات والتصرفات والتطبيقات والأسئلة الجزئية التي تعترض الدبلوماسيين في عملهم مع فهم آفاتها آفاقها ومشكلاتها ومآلاتها وأثرها على علاقة الوطن بالقوى الدولية والأعراف الدبلوماسية المحيطة به. يعني شوف الحاجات العميقة دي كلها هي عندهم مش ما يعرفوها. هو المشروع الإسلامي إيه؟ يقول لك إننا نحكم. طب أديك حكمت هتعمل إيه؟ بعملش حاجة. زي ما قال لك عندنا مشروع النهضة، طب حكمت فين مشروع النهضة؟ طلع وهم. مفيش حاجة اسمها مشروع النهضة. فهمت بقى إزاي؟ دي المشكلة. عايز أبقى دكتور، طب خلاص يا سيدي فتحنا لك عيادة وبنينا لك مستشفى، وجبنا لك سماعة وجهاز ضغط، وفتحنا لك غرفة عمليات، والمرضى واقفين على الباب، عالج بقى وريني شغل. فوجئ وهو قاعد بقى رئيس المستشفى انه ما اتعلمش الطب، فدخل العيانين موتهم. فهمت ازاي؟ قال لي بالظبط هم دول. فهمت بقى ازاي؟ عايز. طب مش تست بقى، تست يعني تسعى لتحصيل اسباب اللي انت عايزه، مش كده برضه؟ لا عايزه خلاص، عايز اتمكن، عايز امسك احكم. طب خد الحكم، هتعمل ايه؟ ما عملش حاجه، قعد كده يتخانق مع دول ويتخانق مع دول ويتخانق مع دول. طب اصلح دول واصلح دول واصلح دول. ما عندوش وسيله للاصلاح، هو عنده وسيله للهجوم بس، للقهر بس. هو الوقت لما يقعدوا يفجروا اعمده الكهرباء الضغط العالي، الاسلام قال لنا اننا نفسد في الارض؟ اقعد كل شويه افجرها في بلد اصلا مديونه مليانه فقراء وتعبانين؟ يعني كل عمود من دول بيكلف عدة ملايين في إصلاح مرة أخرى في بلد منهكة أصلا. عشان تعرف إن ده كل ده بيتم تحت أيادي هؤلاء الجهلة بإعاز من أعداء الإسلام. يعني هو منين هيعرفوا عناوين القضاء وأرقام تليفوناتهم وخطة تحركاتهم إلا إذا كان في مخابرات عالمية تدلهم على هذه المعلومات؟ أن إحنا عايشين طول عمرنا في مصر أهو، وعايشين ساكنين في المقطم، أنا ما أعرفش فين العمود بتاع الضغط العالي اللي بيغذي المقطم، أنا ما أعرفوش، وأهل المقطم كلهم ما يعرفوش. منين هو يعرفه بقى؟ إلا إذا كان في واحد يعرفه مكانه، هذا الواحد منين؟ أكيد في بقى وسائل مخابرات عالمية، واخد بالك إزاي؟ بتدس عينين ليها في كل مؤسسة من المؤسسات، ثم تستعمل هؤلاء الجهلة إن هم يعملوا الحكاية دي. أنت عارف يعني ازاي يعرفوا مواعيد المحاكمات وتحرك القضاء وهيتحرك من النقطه الفلانيه وهيمشي في الطريق الفلاني عشان يتربص ويقتله الا اذا كان عنده معلومات مخابراتيه؟ فهمت بقى ازاي المعاملات المعلومات المخابراتيه دي على مستوى دول على فكره ما يعرفش يعملها التنظيم بتاعه ما يعرفش يعملها. يبقى امريكا بتستعمله، اليهود بيستعملوا مخابرات اليهود والمساعد بتمدهم بالمعلومات اللي بيها يحولوها الى متفجرات في بلادنا. يبقى دول ايادي في ايدي اعدائنا، استغلوا فهمهم العقيم في التمكين ان هم يستعملوهم اداه هدم.
وبعدين في الاخر يقول لك احنا هنبقى شهداء. شهداء ايه؟ فهمت ازاي؟ يبقى لابد من اجراءات عشان تعيد الاسلام مره اخرى في الحياه. لابد يبقى عندك طب الاقتصاد ده هتعامل معاه ازاي؟ الاقتصاد العالمي واوجهه للوجهه الاسلاميه. طب اسلوب التعليم العالمي، طب طريقه الغذاء دي وتلوث الغذاء الموجود في حياه الناس والمبيدات الحشريه التي بتصنع في بلاد الكفار ويدوها لنا احنا نزرع بيها نباتاتنا وهم بياكلوا النبات الاورجانيك اللي مش معنا. طب ازاي ان انا اتخلص من هذه المنظومات الخبيثه اللي توجهت في كل نواحي الحياه، نواحي الغذائيه والعلميه والثقافيه والتعليميه والعلاجيه الى اعمل مشروع اسلامي يبقى في كل جهه من هذه الجهات لابد يبقى عندي وجهه كيف احولها. هم ما عندهمش اجابه لهذه الاسئله اصلا ولا خطه عمل لهذه الاسئله، وفي الاخر يقول لك احنا متبنين مشروع اسلامي. اي مشروع؟ عشان تعرف انهم عايشين في وهم.